من مرتضى نروح للسيد وزير المالية. في البلاد المحترمة أيا كانت هذه البلاد، وظيفة وزير المالية أو من يتولى أمر توفير المال والسيولة للوطن هو البحث عن مصادر تمويل جديدة والبحث عن طرق استثمار جديدة. دي شغلة وزير الاستثمار بالتعاون مع وزير المالية. لو عندك وزير قطاع أعمال شغال ويجيبوا كمان وزير الصناعة، وزير الزراعة، يعملوا مجموعة استثمارية أو مجموعة مالية الهدف منها ضخ الأموال وضخ الاستثمار وضخ العملة في البلاد. إلا في بلدنا في الوقت اللي وزراء المالية في كل حتة في العالم بيبحثوا عن مصادر دخل تعوض الفاقد أو العجز في الميزانيات، وزير المالية بتاعنا بيبحث عن مصادر للدين والاستدادة والسلف. قلت لك قبل كده وبقول وبعيد، بقينا مديونين لكل من هب ودب جوه وبره، يمين وشمال، عرب وعجم، أفارقة وأوروبيين، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا ومش عارف الصين واليابان، مديونين لكل هذه الدول، مديونين حتى للدول العربية الشقيقة والصديقة زي السعودية والإمارات والبحرين وقطر وكل هذه الدول ليها عندنا فلوس. مديونين حتى للبنوك، البنوك في البلد سواء كانت بنوك حكومية أو بنوك خاصة، مديونين لأصحاب المعاشات، مديونين للأوقاف. بتكلم عن الدولة اللي هي بالنهاية المواطن اللي مديون، الدولة مديونة لصندوق النقد الدولي. ده يعني ان 105 مليون مواطن مديونين لصندوق النقد الدولي. لما تبقى بلدنا مديونة للإمارات، ده يعني ان انا وحضرتك وكل الناس دي مديونين للإمارات، وده اللي بيخلينا ننفذ قرارات وإملاءات صندوق النقد الدولي وننفذ قرارات وإملاءات الإمارات وننفذ قرارات وإملاءات بعض الدول. ما عادش لا بنمتلك طعامنا ولا سلاحنا ولا دوائنا زي ما كان عايز يعمله الله يرحمه الرئيس الراحل محمد مرسي. يوم سيادة الوزير وزير المالية لما خد فلوس من كل حتة، النهاردة بيخترع نوع جديد من أنواع الدين وهو الدين بالسندات الدولية. وفي خبر يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي نقلا عن مجلة بلومبيرج البريطانية. طبعا الخبر ده مش هتلاقيه في الصحافة المصرية، بنجيبه دايما من الصحف الدولية. قالك مصر تطلب اقتراض 3 مليار دولار عبر السندات الدولية. بالمناسبة دي المرة الثانية خلال العام الجاري 2021 اللي بلدنا بتطرح فيها سندات للاقتراض الدولي. وسيادة الوزير فرحان بيقول لك عندنا طلبات بالإقراض تصل إلى 9 مليار دولار. أيوة، ما هو مال سايب ونهيبة، والمستثمر الخارجي شايفك بتبيع كل حاجة وبتبيع أصول الدولة، وصندوق سيادي بيبيع أصول الدولة، ومش عارف صكوك عملة أو صكوك دين بتبيع أصول الدولة، والنهاردة أذونات سيادية أو سندات دولية بتبيع بيها أصول الدولة. حتى لو دخلت فلوس عن طريق ما يسمى بالسندات اللي البعض ما بيعتبرهاش دين وبيعتبرها دين مؤجل، لكن بالنهاية هي ديون على قلب المواطن وعلى قلب الوطن، بتكشف الفشل في إدارة الملفات الاقتصادية في البلد، وإن النفشة اللي انتوا شايفينها دي والمشروعات اللي عمالين يكلموكوا عنها وعملنا مش عارف فين وعملنا مش عارف فين، بنعمل، لكن كل ده بالدين، والدين هندفعه في يوم من الأيام. بل إن احنا كل سنة دلوقتي خلاص تعدينا مرحلة دفع الدين وبدأنا بقى ندفع في فوائد الدين وخدمات الدين. أجيال ورا أجيال هترس هذا الدين عشان نقول إن احنا بنبني جمهورية جديدة. حط هاشتاج على القنوات المصرية الجمهورية الجديدة، والجمهورية الجديدة كلها مبنية بالدين ومن جيوب الناس اللي هيجي في يوم من الأيام، أو بدأ زي ما انتم شايفين، صاحب الدين وصاحب المال هو اللي يحكم ويتحكم ويؤمر ويتأمر، يقول لك تصاحب مين ما تصاحبش مين، تطبع مع مين ما تطبعش مين، خصم قطر
لا معلش انا اتصالحت مع قطر، تعال بقى انت كمان صالح قطر، طبع مع الكيان الصهيوني، مش عارف اقفل معبر رفح، تعالى اعترف بطالبان بعد ما كنت امبارح بتقول عليها ارهاب. ده اللي بيحصل النهارده، اصبحت السياسه المصريه في الداخل والخارج مجرد رد فعل لبعض الدول المانحه او اصحاب الاموال واصحاب الديون.